اعتماد أولوية التوظيف لخريجي المدارس الخاصة لمساعدي التمريض دفعة 2019 عوض أعوان الشبه الطبي لن يساهم في سد العجز الكبير المسجل في التأطير الطبي على مستوى المؤسسات الاستشفائية، لا سيما بعد استحداث العديد من المستشفيات في مختلف ولايات الوطن. مدارس بزاف تاع القطاع الخاص هي تكون سنويا هم يتخرجوا، هم كاين درك لما مشي موظفين تسمى كان 5000، دوك هادوك 5000 وتزيد اسمه مدارس عمومية تزيد تكون 5000، راهم 10000 سنويا يخرجوا. دوك هاد 10000 كي راح توظفهم وانت ما عندكش شبه طبي، كيفاش راك توظفهم في المصالح؟ دوك حنا كاين مصالح اللي عندهم غير مساعدين شبه طبيين، لازم نكونوا شبه طبيين باش تكون هذا باش يتكلفوا بالعلاج مكثف، باسكو هما في استعجالات لازم يكون شبه طبي ما يكونش مساعد شبه طبي. حنا ماناش ضد باش ما يكونوش مساعدين، لازم يكونوا، بصح كما نقولوا حنا دير لي كيليب باش يكون مساعد ويكون شبه طبي. إعداد استراتيجية مدروسة لتكوين حوالي 70000 عون في الشبه الطبي لتغطية احتياجات المستشفيات مع توفير الإمكانيات الضرورية، مطالب لطالما رفعتها نقابة الشبه الطبي لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي السلك. نطالبوا أما 70000 شبه طبي يكون يتكون في 3 سنوات، ما يقدروش يكونوهم في 3 سنوات. اليوم نديروا دراسة استراتيجية، نبدأ مؤسسة صحية حتى الوزارة الصحة، لازم مؤسسة صحية هي اللي تمد الطالب تاعها تاع العجز اللي عندها باش الوزارة تاخذ احتياطات تاعها تكون هاد الشبه الطبيين على حسب احتياجات تاع المستشفيات. حتى وإن كانت المستشفيات تعاني منذ سنوات طويلة من نقص فادح في أعوان الشبه الطبي، غير أن الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد أبانت أكثر عن احتياجات القطاع لهذه الفئة.